صورتي وصورتها. اتفضل. سبحان الله صورة بطاقتها معايا برضه. اتفضل اهي. بقول لك يا معلم، مش اصول برضه نجيبه كام سائق على كام حته هريسه؟ انت فهمان جيار، مش زي الغشيم ده اللي ما بيفهمش. ما تفرد وشك يالا. انت ابو عيمنات مصطفى اللي هجوزك ورده، مش انت عينك منها؟ هجوزها لك. خد يا امسك، ظبط نفسك. سائق حريصة شوية حاجات كده. ها أنا إيه؟ كاجو. خد ياه. أنت مستعجل على إيه؟ مفتاح الخنزير في الطابلو، هتلاقي الحوة، هتلاقي نصابع عجوة، ها؟ ورقتين بافر عشان نصطلح كده نتجوز على رواق. هوا على السريع. حاول تخلع. في تليفون في الشنطة بيرن يا بنت. سامعاه يا حاج، سامعاه ومركزه زي ما انت مركز معايا، ومش عايزه ارد. انا حره ولا انت ليك راي تاني؟ ولا تاني ولا تالت، براحتك. طبعا براحتي. امال براحت مين؟ نام يا حاج، نام نام. غدا، ممكن اطلب منك طلب؟ اه طبعا اكيد. ممكن تكلمي عمر تسالي على منار؟ منار؟ ايوه منار. استغربت كده ليه؟ لا مش مستغربه ولا حاجه، بس المفروض الموضوع ده خلص خلاص من زمان، وهي اتجوزت وبقى ليها حياتها، والمفروض ان انت نسيتها. ومين قال لك كده؟ انا كنت فاكره كده. بعدين عايزني ليه اكلم عمر؟ ما انت وعمر صحاب، ما تتصل تساله. افهميني يا غدا، انا ما ينفعش اكلم عمر واساله عن منار عشان وضعي الحساس. انت ممكن تكلميه، اعرفيه منه ايه الاخبار، او اعرفيه من اختك هند ايه اللي حصل. واضح ان عندها مشكله. اوكي يا مستر حسام، هعرف اقول لك. حاجه تانية؟ آه شكرا. تليفون ابنك مقفول يا خالتي. انا رايحه خالص. رايحه فين بس يا خالتي؟ مع بال ما توصلي هتكون الحكومه سبقتك. حرق اسود. طب الحقي كلمي البنت ورده، خليها تطلع تفطمه عشان يمشي. ما هاني لو كلمتها هيعرف انني السبب، وهيعرف انني اللي عملت فيه المغرز ده. ما يعرف احسن. امال اسيب ابني يلبس في حيطه ويشرب القضيه؟ يا خالتي يعني يرضيك ان هو يطلقني؟ اه يرضيني. الحقي كلمي ورده يا بنت وحست عينك تاني مره تتصرفي في حاجه من غير ما تقولي. يا خالتي والمصحف الشريف على عيني، انا ما كنت نقصد ابدا، انا كان قصدي بس ان احنا نبعد عن المخفيه. ما انا كنت هجوزها لولا ميدو. تجوزها له ايه بس؟ ده كان رايح لها النهارده من مأذونه ناوي يكتب عليها اللي لقيتي. بطلي لقيتي وكلمي وردة، ابني هيضيع مني. طب والنبي لا تهدي نفسك، ابوس ايدك. نكلموها اهو. ايه اللي جابك يا 44؟ انا قلت ما نسيبكيش لوحدك ونيجي نشوف هنتصرفوا ازاي. يخرب بيت ابوك. انا هروح لابني. اوعي. استني بس يا خالتي والنبي، استني بس. ابعدي يا بنت من قدامي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. طب استني جايه معاك كده. 100 100. الله ينور يا مولانا. هو الواد ريش اتاخر كده ليه؟ تلاجة الساعة على الإمة والعربية تحت البيت. طب ننزلوا نستعجلوا يا أبو أشرف؟ هتهدى يا حنين، ننزلوا فين؟ زمانه جاي. منور يا مولانا منور. طب يا معلم حمو، على بال ما العروسة تيجي أكون أنا لحقت مشوار الطلاق وجيت على طول. أه؟ طلاق مين؟ أقعد. فال الله ولا فالك، خليك محضر خير. طلاق إيه؟ هو أنا ما قلتلكش. مش الصالح وبقوا سمنة على العسل. طب هننزلوا نستعجلوها من عند الكوافير. هتقعد يالا. ننزلوا ننزلوا، هتعملي فين روح اللوز؟ وهيمنات المصطفى ارميك بالتراسينا. اقعد مكانك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نعم. انا براجع اللي هقوله قدام العروسه. لا ايه ده، لما تيجي العروسه بقول. ها؟ محدش يتحرك من مكانه. الله الله، في يا سعاده الباشا؟ في قروانه عدس، انما ايه؟ تستاهل بقك يا حمو. حمو؟ شفت يا حنين؟
باشا بجلالة قادر وعارف اسمي. تغني عن التعريف يا عمو بيه. ايه ده كده في عوا، ما تفهمني سعادتك العبارة. قال يعني انت مش فاهم علي الطلاق بالتلاتة من اللي في البيت واللي لسه هتجوزها؟ ما فاهم حاجة. طب استاذن انا حضرة الضابط عشان عندي طلاق انا حق. خليك يا فضيلة الشيخ خليك. طب فهمني سعادتك، صاحبة البيت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هي في الكوفير مش موجودة، قول لي بس انت بتدوروا على ايه يمكن اساعدك. تمام يا فندم. ها فهمت دلوقتي؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ايه ده ايه ده يا سعادة الباشا؟ اللي بلغك البلاغ ده عايز يعمل بوليكه في الفرع عشان يقلبوا غم، افهمنا يا سعاده الباشا، ده بلاغ كايدي. الكلام ده بقى نقوله في النيابه يا حمو. يا باشا دي لعبه ومحبوكه عشان يوقعوا البنت عزه الغلبانه. غلبانه؟ الغلبانه دي بنت سلطان الاباري. يا باشا وربنا ما زيه، دي بنت اغلب من الغل. الله الله الله، طلع لك لسان اهو حنين وبتتكلم والكبار بيتكلموا. لما الكبار يتكلموا الصبيان يسكتوا. تاخذنيش سعاده، صابي من صبيان. هاتوهم. هاتوا مين سعاده الباشا؟ انا جاي اتجوز واكتب كتابي. اهو يا بختك، وهناك هنكتب الكتاب في الاسم يا حمو. لا ما كتب سعادتك اهو، دي صورتي ودي صوره عزه. هاتوهم سعاده الباشا. هاتوا مين؟ ده انا عريس. طب بالراحه يا كابتن، وديني النبي ما انا سايبك.